أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح عن إحالة جمعيتي نفع عام إلى اللجنة القانونية لإغلاقهما كونهما لا يحققان الغاية المرجوة منهما، مؤكدة أنه لن يتوقف العمل التقييمي للجمعيات بهدف تنظيم العمل المدني. اليوم حالوا إلى القانونية لطبعا إغلاق جمعيتين لم يؤدون الأهداف المرجوة منهم، فإحنا رح نظل في تقييمنا مستمر، لن يقف يعني، لأن تعرفين إحنا بدأنا بالأقدم ثم نأتي إلى الجديد، كل يوم إحنا قاعد نشهر، فرح يجي يوم يتقيم كذلك وحتى ننظم العمل المدني.